الغلية هذاك الغلية هو وزارة التجارة ساعه ساعه هي مسؤوله على الغلاء. الجمعه اللي فات مثلا الطماطم 700 ما ياخذوهاش، تبدا ب 2000 ورقه ياخذوه. والاداء برشا باش يقول لك علاش غالي، يشري طماطم ب 500 تتكلف له ويخرج من المارشي تتكلف له ب 2000 فرنك، قد باش يحطها لهنا. الجمعه اللي فات 700، الجمعه هذه 2400. بالنسبه للاسعار ماهيش راي فيكسي، نهار هكا ونهار هكا، نهار موجود ونهار مش موجود. اليوم فما معناها حسب معناها ما لاحظنا انه نقص في الطماطم وخاصه البطاطا، وفما تصريح للمكلف بالزراعه التسقويه باتحاد الفلاحه صرح انه هذا العام سعر البطاطا ينجم يوصل 5000. انتم كبياع شنو تراو التصريح هذا؟ اول حاجه سعر 5000 ما توصلهاش بكل، كان شي كانوا هما يحبوا واحد. اول حاجه الفلاح يعاني، احنا في تونس هنا مانيش باقيين بالفلاح، الفلاح هو اللي يلزم يعاون يعاونوه اقل اكثر واحد هو الفلاح. فلاح مسكين علف غالي، كل شيء غالي، وزيد سبحان ربي من عند ربي هذيك الشتاء توا سبعة شهور وعنا بالسيف. المطر زاد عنده حكمتها راهو من عند ربي. سبعة شهور وحنا بالسيف. بالسيف باش تتفقد الحاجة ومش في وقتها، توا كيما طماطم مزيان. كان جات ثم شتاء ولا حاجة توا نقولوا فماش. فما باقي ديما الحمد لله، فما خيرة ربي تلقى. المهم كي تلقاها خير من ما تلقاهاش الشيء. الغلية هذاك الغلية هو وزارة التجارة ساعه ساعه هي مسؤولة على الغلاء. تقول لي علاش مسؤولة؟ نقول لك علاش مسؤولة؟ لا خاطر الفلاح يهبط اليوم للمرشي يبيع بالفين، وقتها الحظ باش يزيد مادام هو بيع بالفين، باش وقتها الحظ يولي يكلم صاحبه يكلم الاخر يهبطوا كل، تولي بدينار، تقعد نهارين ثلاثة تولي بدينار. أما وزارة التجارة تقاوم لك تقول لك الطماطم ب 3000، ما عادش يجيبها الفلاح، ما عادش يهبطها المرشي، يولي يبيعها على بلاصته ب 3000. خليها مصيبة، يطمع الفلاح باش يبيع اليوم دينار، غدا يبيع ب 500، بعد غدا يبيع ب 2000، خليها مصيبة. هو الأسعار اللي تعملوا لوزارة التجارة هو سبب في الإغلاق حسب رأيي أنا والله أعلم. ما فماش نقص في مادة في الطماطم والبطاطا حسب ما انا قاعدين نشوفوا ونسمعوا اليوم؟ ماني قلت لك فما نقص، ما فماش نقص، يهبط مالي ساعتين تعليل ويشد الصف ويعمل عرك باش ياخذ صندوق طماطم ويلقاهم شرهم مضروبين يولي مع شيخ. والاداء برشا باش يقول لك علاش غالي، يشري طماطم ب 500 تتكلف له ويخرج من المارشي تكلف له ب 2000 فرنك، قد باش يحطها لهنا؟ راهو الناس كل كيف كيف. وديما نقولوا الحمد لله خاطر تونس باهي راهي مش خايبه. باش نشوفوا البطاطا ب 5000 للايامات الجايه؟ ما تشوفش ما تشوفش باذن الله ما توصلش 5000. اذا كانت وصلت وصلت 2400 2500. اما ب 5000 تونس راهي العباد تهور، راهي في الدنيا والدنيا لاباس. فما صحيح الغلاء موجود، الغلاء في كل شيء. اما احنا رانا خارجين من كوفيد وخارجين من الثوره وخارجين من واحد، باش تلقى الدنيا رخيصه بشويه بشويه شويه صبر. اما الحمد لله اللي فما خير مما فماش، كل شيء تلقاه. الزوالي يشري والغني يشري على بعض. بكري حكيت لي على لهفة المواطن، احكي لي معناها كيفاش؟ معناها كي يرقى السلعة غالية يولي يشري أكثر. هذه من الأول الدنيا معروفة. المواطن كي يلقى حاجة رخيصة مثلا، أي باش نقول لك فقوس مثلا والدقامرة نبيعوا فيه ب 500 الكيلو. ياخذوا كعبة يقول لك وزني بالله كعبتي، يقول له كيلو ب 500 يقول لك شنو انا حد السلاطه تحط له ب 3000 يعبي النبي يعبي، يقول لك وزن نقص لك لا زيد زيدك على بخ. انا ديما يحب يحتكر، ديما كل ما يلقاه غالي يزيد يشريه. تو كي تكون الطماطم ب 500 يدلل، اعطيني كعبه يبسي اعطيني كعبه، كي تبدا 3000 ما يلوش، يقول لك لا نحيلي لا هذه نحيلي يا خويا اسكت. دونك الناس كل متشاركه في الغلاء وفي الواحد الكل. لو انت كي تلقى دجاج ب 50000 ولا ب 20000 لازم عليك تاخذوه. اليوم لقيت الدجاج غالي ما تاخذوش، تاخذ ويرخص. الحم غالي ما تاخذوش، اما احنا لا كل حاجه تغلى تاخذ. كان تو الخبز تولي ب 500 تو يشدوا الصف ويبداو يضاربوا عليه. وهو ب 200 ملوح ما يدور به حد، ياخذ ثلاثه بقات ياكل كعبه ويلوح زوز. يعني المواطن ديما هو مشارك في الحكايات. بالنسبه للاسعار اعطيني فكره على الاسعار، الفلفل والطماطم والبطاطا والفقوس قديش؟ بالنسبة للأسعار ماهيش راي فيكسي، نهار هكا ونهار هكا، نهار موجود ونهار مش موجود. يحتمل اليوم تهبط للسوق ما تلقى حد شيء، تلقاه فارغ. تجي من غدا تلقى خيرة ربي، مش خدك السوق يا خويا يعطي.
اما كاين اللي وزاره التجاره هي تسعر لك السوق وقت يولي في المحتيقه يولي مع سيابه المرشي ضابط مرشي تلقاها فارغ كدور نصب تلقاها معبيه الفلاح يولي يدور يوزق لبرا ما عادش يرجع للداخل. اليوم ولات اسعار الخضره معناها كيما البورصه تطلع وتهبط. تطلع وتهبط كيما البورصه يعطيك الصحه تطلع وتهبط فيكس ما تلقاهاش اليوم تلقى فلفل بلفي يحتمل غدا تلقاها ب 3000 يحتمل تلقاها ب 25% ولا ما تعرفش عليه السويق طالع هابط. اليوم المواطنين قاعده تقبل على شراء الخضروات الفلفل الطماطم البطاطا. يشريوا قاعدين يشريوا ويحبوا الغلاء. كيفاش يحبوا الغلاء؟ الجمعة اللي فات مثلا الطماطم 700 ما ياخذوهاش تبدا ب 2000 ورقة ياخذوه. فما معلومات والا معناها عباد مسؤولين معناها صرحت انه البطاطا في الايامات الجاية باش تولي ب 5000 على خاطر فما نقص في 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 مخزون البطاطا وكيف كيف زاد في الطماطم ما عادش متوفرة في السوق. فما نقص اما ينجموا يداركوا. 250 فهمت؟ يعني نجمو نشوفوا الايبات الجايه بطاطا ب 5000. صعيب ياسر ما نتصورش نتصور حكايات سياسيه كي يحبوا الشعب يخوض مش ما توصلش ب 5000. اعطيني الاسعار نتاع الفلفل والطماطم والبطاطا بقديش؟ ده هاي موجود الفلفل 14 الطماطم 2004 البطاطا 18 بكري حكيت مع خضار قال لي من انه الاسعار ماهيش راكحه مثلا تنجم تجي اليوم تلقاها سوم وغدوه تلقاها سوم اخر يعني كل بورصه وليت طالعه هابطه هكاك. الجمعه اللي فاتت 700 الجمعه هذه 2400 كل نهار وقسمه السلعه مفقوده وباش تاخذ مثلا طماطم تقوم لها من ساعتين ونقص كبير فما في المرشي يعني تبقاو تستناو برشا وتقوموا الصباح بكري فماش ما تخلطوا معناها على تشد الصف ومن بعد ما تلقاش السلعة نقص كبير ما نعرفش وين باش ترسي. قلت لي انت البصل قداش كان البارح واليوم قداش ولا؟ ليه كان ب 15% توا طلع البصل ما عادش موجود بالسيف تخلط على كاجو بصل صحيح. يعني كيفاش حتى كيفاش معناها بالمعارف ولا كيفاش من عارف تشد الصف وتخلط على كاجو بالسيف نقص كبير. يعني اليوم نجموا مثلا نقوموا من غدوه الصباح نهار ما نلقاوش ما عادش عندنا معناها مواد سلعه كيما الخضره كيما الطماطم الفلفل البطاطا البصل. عادي تمشي المرشي ما تلقاش تصبح بطال. بيح باش تبدا تعبيوت مو كيف فلفل وطماطم سمشيه وفيه باش تشوف باش تبدا تعبيوت مو كيف تغلي. ايه هذا وتوا غالية سم طماطم ب 2500 و 2400 غالية ياسر كل بطاطا ب 1800 تسانسين في الوقت توا ب 1800 انت حاجة اللي تغلى العباد عليها بالصف وحاجة ترخص الناس كلها تخليها وتمشي. يعني اليوم المواطن مسؤول على غلاء الأسعار مال شنين المواطن قال لك مثلا ربطك لابس هكا كبيرة توزن 400 جرام 500 جرام ب 500 يطفيها تبدا توزن 100 جرام وب 700 وب 800 ياخذها